احلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان، وهابي رمضان كريم ايفري وان. رجعت لكم تاني فيديو جديد ومزيد من لعبه سول ستورم، معاكم احمد بهجه بقناه فرجني. وخلينا نكمل مع بعض هذه المرحله البائسه من اللعبه، نشوف ايه اللي هيحصل فيها. قدامي لسه ناس حبه حلوين انقذهم، في اتنين ماتوا مش عارف ماتوا ازاي، انا ما شفتهمش بيموتوا بصراحه، ما لاحظتهاش، يمكن لما اعمل مونتاج بقى في الفيديو القديم ابقى اشوفهم. وخلينا نشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. ولو انتوا اول مره تشوفوا الفيديو بتاعي اوعى تنسوا تشتركوا في القناه، وانتوا مشترك تفعلوا يا جماعه لايكات وكومنتات عشان الفيديو ينتشر ونغني راب. وهيا بينا نلعب. والتنويه يا جماعه بتاع جيف اواي برضو عشان ما ننساش، في اي احد من اي فيديوهاتي لحد يوم الثلاث الجاي اللي هو اول اسبوع في رمضان، في خلال اول اسبوع رمضان في مكان عشوائي في الفيديو هتطلع لك كلمه يو 1، الكلمه دي اول ما تشوفها مبروك عليك كسبت $10. تنزل بسرعه على كومنتس تحت في اول كومنت في الفيديو وتكتب اللي انت شفتها وشفتها فين بالدقيقه والثانيه، وهتكون وتصير طبعا التواصل معاك وانا هتواصل معاك، وهتكون مكسوب مكسوب حلو مكسوب دي، تكون كاسب معانا كارت ب $10 على حسب المنصه بتاعتك. وطبعا اللي بيعمل كومنت الاول هو اللي هيفوز. وخلينا نشوف مع بعض اللي هيحصل وهي بينا نلعب. نعمل سيف نطلع الاول. هو ده غير المكان اللي جيت منه ولا زيه؟ اوبا لا مختلف. كرافتنج سموك سكرينز. اوكي كرافت سم سموك سكرينز، they will help you to pass that scanner, search the dumpster to find the items you'll need and then press مثلث to open up the crafting menu. Smoke screen recipe. طيب المفروض افتح اللي هو ايه؟ الدمبسترز اللي هي بتاعت الزباله يعني. لوت. ماشي. ده لوتهم كلهم. الامتي بوتلز دفعوني غالبا. لوت كله يا ريس. طيب نعمل الكرافت بقى اللي هو عايز نعمله كرافتنج. ندخل على السموك سكرين نعمل مثلا واحده تاب تو كرافت ريسيبي. ينفع اعمل اكتر من واحده؟ اتنين. اوكي خلينا نعمل اتنين دلوقتي. كلوز. طبعا جيت تو ذا فيولينج تاور ترو مش عارف ايه كرافت سموك بوم ترو سموك بوم. السموك هي دي. طيب نرمي. تعال. حلو. بس خلاص كده. الف شكر. تمام. طبعا خليكم يا جماعه فاكرين ان احنا طلعنا نزلنا تحت ما طلعناش فوق. ده كان اختياري يعني الاول عشان بس ايه ما ننساش. اوكي. لوكرز. نيو كرافتنج ريسيبي بوسيبل. ده في حاجه تانية جديده. ده لسه يعني في المرحلة الستة بيبدأ يعمل كرافتنج، ده حاجة عظيمة والله العظيم. هو بقيت المراحل فيها ايه؟ ايه الجديد؟ ما علينا. هو لا ما مش كاتب في ستان وفي انتي دوت. انتي دوت ده اللي هو بي بي بيشفي المرضى. ريسايكل ستيشن جيف باك يور امتيز اند يور جيف يو سم اكسترا مولا. اوكي ده عشان الامتي باتلز. حلو. تعالى نديله. انا كنت خدته empty bottles. How to use recycle more info. current مولا 23. current inventory 26 من 99. ايب والجيت 52 مولا. recycle empty bottles here and turn them into مولا. each empty bottle gets you 2 crafting hints. empty bottles are the best recycled. اوكي بس شكرا. معايا مولا كتير. برو فيندو سبلاشي ستيكي اند هايلي فلامبل ليكويد فري فور اول وركرز تيك 1 اون ذا هاوس. ماشي ماشي بقى معايا ملانين. ايم ار2 دبليو انفورميشن طبعا. ماشي ناخد بقى هنا كده اكزيت كده على طول. ماشي You don't know. مش هنكزت. الفيتو لسه في تحت وفوق دلوقتي. ايه الشيء الغريب ده؟ شكله جامد جدا. ده ايه السر بتاعه بقى؟ السموك ده هينفع معاه؟ ده لازم انزل وراه واغفله؟ لا مش هلحق اغفله. ده بيلف بسرعة جدا. تعال نجرب كده نغفله.
غفلت والله، تصدقوا يا جماعه غفلته جدا. تعالى ناخد ال نعمل لوت. لوت لوت لوت. اوكي. هلو ذير، هو بيقول هلو ذير باين ولا متهيألي؟ انت بابك مفتوح ولا مقفول؟ هتشوفني ولا مش هتشوفني؟ تعالى نطلع السيف الاول بسرعة كده. نفتح الباب. اوكي انت من عندك هنا مش شايفني. اعمى البصيرة وعنده قصر نظر الاثنين. ممكن استخبى جوه تراش بين ولا لا؟ اوكي. لف بقى، ارجع بقى. غبا. طيب انت عصبي ليه؟ ليه محمر؟ معديهم ازاي ده؟ لازم اغفل حد فيهم. اكيد يا جماعه في طريقه اللي انا اعديها بالسموك، يعني السموك كرافتنج ده اكيد ليه فايده تانية غير اللي انا اجرب اعمل واحده بس كمان كده. طيب بس نجرب بقى نرى ماذا نفعل بهذا السموك. بس نختاره الاول عشان بس ايه يعني نجرب نهايد نفسنا بيه. لا 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 لا. انتوا ايه شغالين شغل يعني بضمير؟ ايوه ايوه. اوف اخيرا ده انت حته يعني بارده برود. انت في حد هنا وفي برضه ما ينفعش يعني لازم. ريسايكل ريسايكل. وهنا كمان بسرعه. تيك وان اون ذا هاوس. دي عايز لها برضو سموك. انا معايا سموك واحدة. المفروض اجيبها عند الباب. ممكن امشي دلوقتي اعدي اصلا. اعتقد دي اخرها تقريبا. ثانيا اتمنى ذلك. يلا 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 يلا. في باب فتح تحت. طيب انا كده برضو المفروض اضحك على دبل سموك برضو. اشتغلوا. اوكي. لا تقفش هنا. المفروض احذفها له فين دي بقى؟ لما يجي منين؟ يعني هنا. تعال انجز.
انا عايز اخد الثانيه معرفش بقى. يلا يلا سيف 50. بس قبل ما نخرج في حاجه هنا؟ لا ماشي. غنائم سيف. في حاجه؟ كله فل. الشيء الغريب ده كرافت ثاني فيه. فيه دي مشكله انها سريعه. ممكن سطر عليها دي. ايه بتهيس ولا ايه؟ مش بتأثر فيها قوي يعني. مفيش غير قدامي غير دي. اوكي. يا انت حوار، هو انت حوار اهبل بس رخم يعني. اوكي ليتس جو. انها لا تتجاوز حدود القطار. The old trellis. Stay tuned for more. Go through the 3D to unlock. هاي شارة. ماشي. اوكي ناخد دي. شفتني ولا ايه؟ يلا انتو كرافتوا مور بسرعة. ايوه ماشي. كسر صناديق. اوكي يلا بينا نروح هناك. شوف اللي هناك بقى البتاع الرخمة. في تحت وفي فوق. ممتاز. ما لا كفاية بقى كفاية بقى رخامة. تعالوا بقى. نجي نطلع لها منين بقى؟ تعالوا هنا. كرافت نجيب على قد ما نقدر. انا مش عايز اكتر عشان المال السايب بيعلم السرقه يعني فاهم. مش عايز اضيع فيهم. دي واقفه في اي حته بقى. دي
دي اروح اضربها وراها واجيب العيال تقف هناك. هي بتعلقها اصلا تقريبا. لقد توفينا كلنا. اطلعوا فوق. الحمد لله الحمد لله. بتوصل لغايه فين دي؟ بتجيش الاخر. طب كويس والله. انزلوا بقى هنا بالراحة عشان ايه؟ عشان المكان ده بيتهيألي not safe for you. ماشي. يعني هو ما ينفعش يفتحهم كلهم مرة واحدة وخلاص، لازم بالدور كده. هنا في لوكرز وفي بتاع. هنا يستخبى جوه اللوكرز. واضح جدا الخطة باينة. يلا شباب. يلا يا شباب. موتنا كمان موتنا كمان. اوكي عدينا نص المسافة يعني. يلا بيك بوكت. Come with me now. Finally, he's here. I'm hearing things. Flow back, flow back. يا يا ساتر. يا لهوي يا ساتر. تعال ننزل بقى تحت. في حاجة؟ تكون عند هاوس. ماشي. ده نسيطر عليه؟ مفيش سيطرة عليه، ده لازم نغفله بدل ما يبقوا اتنين. نستخبى في الدواليب الاول. هناخد بس الحاجات دي هنا. سايكل. اوكي.
خش. Hold on. تعالوا تعالوا. بسرعة بسرعة. Hey, let's get you out of here. Let's do this. Oh. Hey, don't forget, you still owe me $5. رحنا فين يا ترى؟ رحنا فين؟ ساب الشغل ولا ايه؟ Slick poles. When slick standing next to pole, they can climb it by pressing مربع. طب ده كويس عشاني ولا كويس عشانهم؟ ده هو نفسه طلع لفوق تاني. روح بقى اتضرب. ايوه تعال هنا. نفتح الباب. ماشي نجرب كده. تعالوا بقى يلا. لا تعالوا. اوف يا الله. يلا بينا. حتة مرحلة ايه سقع. تعالوا هي. Come with me now. We thought you'd never come. So, Ryan, what's the plan here? واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لا لا حرام بقى. أنا بسيب ليه طيب؟ المفروض أفضل دايس يعني هو يفتح وخلاص. تعالوا في وسط الستيم. بس ده هنعدي منه ازاي بقى؟ هرميله بتاع على كده نكرافت. طيب اتنين تلاتة اربعة خمسة مثلا كفاية جدا. طلعت على الفوق. Hey,
Wait here, but. Wait. Hey, Ida, hold up. I could go for a sandwich right now. اختفيت. يلا انا عايز بس افتح دي الاول وكده اشوف تشيك بوينت سريعه كده او اجي بقى اشوف فيه فوق هنا في تشيك بوينت او في تعالوا بقى نشوف فيه هنا. ده في واحد هنا. عظيم. وفي واحد هنا برضه. Everybody, it's time to get free. So, I've been thinking. Let me get out of here. بس ناخد الايتم دي. ناخد اللي هنا. سميت 40 60 تراش بين. ماشي. بروفي. حلو. لو بس بطلوا تخلوني اعيد التشيك بوينت كلها من اولها هتبقوا 100 100 والله. مات ولا اغمى عليه ولا جاري. Let's leave this place. Come on. في طاير ولا مفيش؟ ينفع كرافت؟ في كرافت تاني؟ واحدة أخيرة أهو. أيوة. عدوا بقى عدوا بقى عدوا بقى. يا لهوي يا لهوي. يا الله أنا مش مصدق نفسي اللي أنا عديتها يا جدعان. يا لهوي. استنوا بقى هنا مش عايز أي أخطاء. إف انا بقالي ساعة تقريبا بحاول اعدي الحتة دي بس يا جماعة انتوا مش متخيلين يعني الموضوع ده عامل ازاي. يلا نفتح الباب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تعالوا بقى فولو مي يا جدعان. يلا تم انقاذهم جميعا والحمد لله. يا أوف. يا ساتر. وفاينل يا جماعه انا لو عليه اعمل فرح تخليني يعني السعاده يعني النجاح بعد برضو محاولات كتير يا جماعه ليها طعم برضو الواحد يقعد يحاول كتير. سهله اللعبه كده يعني ممكن يعني تحس ان هي تزهق من السهوله انما بتقعد تحاول كتير وفي الاخر تنجح ده شعور تاني خالص.
لا يمكن وصفه بصراحة يعني. شعور جميل الحقيقة. جميل جميل يعني. طب نكرافت، انا متهيألي محتاجة كرافت تاني. مفيش بطاريات. المفروض نفتح الباب ده بس ايه؟ ناخد بس دي في المقدمة. اطلع بقى حاجات هنا. اقفل بقى اقفل بقى.